معكم ورحمة الله وبركاته. فيما يخص الارتفاع ديال اللي عرفوا قطاع الدواجن في مؤخرا، انا كنظن ان من الاسباب الاساسيه هو ثمن التكلفه اللي هي اللي مرتفعه بشكل كبير، علما ان راه غير ثمن الالاف اللي ارتفعت من 3 دراهم و40 حتى 5 دراهم ونص، بالاضافه الى كتمن الكتكوت اللي وصل من 4 دراهم حتى 7 دراهم. وهادو من اهم المهم الاساسيه في ارتفاع الاثمنه، لانه راه ثمن التكلفه حاليا داخل ضياع 17 درهم. فاذا لو وصل الدجاج 11 21 درهم ولا 22 درهم، فراه كنظن ماشي طبيعي 100%. كتزاد على بعض العوامل الاخرى، منها بالخصوص العواشر. حنا كنعرفوا المغاربه كيكون واحد الاقبال كبير جدا بالنسبه للعواشر، الناس كيكون اقبال. كذلك كنظن ان واحد النسبه كبيره من الناس اللي كان يحول الاتجاه من اللحوم الحمراء للحوم البيضاء. وكاين واحد السبب كذلك اللي هو سبب جوهري ورئيسي، هو ان واحد العدد كبير من المنتجين توقفوا على الانتاج نظرا للخسارات المتتاليه اللي عرفها القطاع. فكنظن ان راه ملي كنشوفوا الثمن ديال الدجاج كيطلع بعض المرات كيكون مرتفع، خص يكون عندنا واحد القناعه ان واحد العدد كبير من المنتجين راهم وقفوا. لانه الى شفنا دابا احنا الى كنشوفوا الان الدجاج طالع والناس كتحتج وكذا، فكذلك خصنا نعرفوا ان راه هذه المده اللي ما كانش الناس كيحتجوا راه كان الدجاج طايح، والدجاج راه كان كيتباع ب 12 درهم و11 ونص، وكان كيتقام على المنتجين ب 16 درهم. فبالتالي راه كاين واحد المعادله اللي خص الدوله تدخل باش تعالجها، ان كيفاش ان الدوله تدخل تحمي القطاع. تحمي القطاع كنقول بحال هكا، تحمي القطاع من الارتفاعات المهوله ديال المدخل ديال 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 المواد ديال المدخلات ديال الانتاج اللي هي بالعلف. ويكون تدخل كيف قلنا في عدد من التصريحات انه على الاقل يتم الاعفاء ديال العلف من الطيبيه، وكذلك يتم الحمايه ديال المنتجين من السماسره والشناقه ديال الفلوس. وطبيعه الحال اللي عندهم تواطؤ كبير مع بعض المحاضن، اللي كنقول لك غير البارح مثلا او لو البارح الفلوس كيدير من انتقل من 4 دراهم ل 7 دراهم. اذا 3 دراهم ديال اللي تزاد في الفلوس، شنو السبب ديالها؟ حنا غنقولوا العلف ربما كاين الحرب اوكرانيه كذا، ولكن الفلوس شنو كاين؟ الفلوس كيعبر على واحد الفساد اللي كيعرفوا القطاع، كيعرف واحد عدم التنظيم، وكنقول واحد السيبه اللي كيعرفها تربيه الدواجن. فاذا كنظن خص الدوله تدخل باش توضع حد لهذه الزيادات المتتاليه اللي عرفها القطاع، وبالتالي تردع شركات الاعلاف باش يرجعوه، يهبطوا الثمن، يرجعوه على الاقل ينقصوا شي شويه. حنا كنا كننتظروا هذه من الامور اللي صابتنا بالخيبه في هذا القطاع، وحنا كنا كننتظروا ان الشركات غيهبطوا ثمن العلف على الاقل واحد درهم ونص ولا جوج درهم. فاذا بدينا كنتفاجئوا انه كيحيدوا 10 سنتيم، كيتفقوا كاملين وكيحيدوا 10 سنتيم، زعما هنا كيبين انه كاين واحد الاستهتار بالقيء في القطاع، معناه ما كاين لا رقيب لا حاسب. لو كانت الدوله مدخله ولا هذه الوزاره الوصيه وزاره الفلاحه عندها واحد كما كنقولوا هم لهذا الشيء للقطاع، على الاقل تدخل. فرا المواد اللي على المستوى الدولي هبطات، فلما لا؟ علاش غيبقاو المواد، علاش غتبقى الاعلاف طالعه بهذا الشكل هذا؟ وكذلك علاش غادي يطلعوا الفلوس من 4 درهم 7 درهم؟ علاش هاد مخلين السيبه في القطاع؟ علاش مخلين ان القطاع غير مراقب على مستوى بيع الكتاكيت والانتاج ديالها، ومخلين ان واحد العدد من الشناق المصريه بتواطؤ كما قلنا مع واحد المحاضن سياسه الذكر كيوصلوا الفلوس ل 7 درهم. انا كنظن ربما راكين غيعرف القطاع نوع من التراجع، وراه كنشوفوها كنلمسوها قرار انطلاقا قبل من العيد بنهار ولا يومين، راه كاين واحد التراجع في الاثمنه. وغير اليوم مثلا البارح راه في الدار البيضاء في الضيعه كاين الثمن 8 درهم ب 18 درهم ونص، 18 درهم ونص راه كاين تراجع في الثمن. طبيعه الحال انه هذاك الاقبال الكبير اللي كان راه ما بقاش يدير العواشر، ولكن حنا ما بغيناش الدجاج عاوتاني يهبط على ثمن التكلفه. فاذا خصنا نراعيو مصالح الجميع، نراعيو المصلحه ديال المستهلك طبيعه الحال اللي القدره الشرائيه ضعيفه وكذا، ولكن نراعيو كذلك ان واحد العدد الكبير واحد الالاف ديال المستثمرين اللي هما ماشي الناس اللي كيعيشوا من هذا القطاع، كيعيشوا ولادهم، وكنظن ان الاغلبيه فيهم كلها عندها ديون. وما غاديش نبالغ الا قلت ان الاغلبيه ولاو خدامين بحال الحمار ديال الرحى، خدامين على الشركات. راه ربما هاد 21 درهم اللي باعوا بها دابا راه الاغلبيه ديالهم خصهم يخلصوا غير الشركات اللي كيسالوهم. وكنظن ماشي كلشي اللي هادو اللي باعوا راه ماشي كلشي باع ب 21 درهم، الا كان راه كنظن الله اعلم واحد الثلث تقريبا هو اللي غيكون كيربي دابا، ولا النصف، والنصف الاخر كله راه واقف وما عندوش القدره باش يستأنف ويكمل العمل ديالو. ربما باش كيبان له الثمن راه غيبداو يتحركوا الناس باش يعاودوا المساكن يدخلوا ويعاودوا يعمروا ويعاودوا يخدموا، راه ما كيتفاجئوا كيتفاجئوا عاوتاني بهذه الزيادات المهوله في ثمن الفلوس. فاذا فيما يخص الثمن ديال الدجاج، ماشي غنطمئن المغاربه نقول لهم اودي هو راجع، راه بالفعل هو راجع في الثمن ديالو، ولكن راه خصنا نراعيو كذلك. الا كنتكلموا على الثمن راجع راه خصنا نراعيو المصلحه ديال المستثمرين اللي واحد النسبه كبيره منهم كلها
الآن مراهنة عند شركة الألف والكتاكيت. السلام عليكم.